قام التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بتوزيع مساعدات غذائية وعينية للأسر المستحقة في محافظة الشرقية، وضمت قافلة قطر الخير الذي سيره التحالف الوطني للمحافظة 9 شاحنات محملة بأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات المدرسية ومساعدات عينية لأبناء المحافظة. قطر خير التحالف، القطر اللي لما بنشوفه بنعرف ان في خير رايح لاهالينا. المره دي من نصيب محافظه الشرقيه، واللي شفنا فيها اصطفاف لتسع عربيات تريلا مليانه اطنان مواد غذائيه، هيتم توزيعها في قافله ستر وعافيه لالاف من اهالينا هنا في الشرقيه. قطار الخير اللي هو بينطلق في كل المراكز بيعمل توزيعات كبيره فيها من مختلف المساعدات وبيقدم مختلف الخدمات، وبعد كده بنرتكز في قريه صعود غدا ان شاء الله عشان نقدم فيها خدمات مختلفه ما بين الطبي والتوعوي والتثقيفي وايضا المساعدات الغذائيه والعينيه. عدد كبير جدا من المؤسسات اللي مشتركه مع التحالف الوطني، الحمد لله في اعمال خير بيتم في المحافظه بشكل كبير جدا. 28 طن لحوم مجمده دي هتتوزع على اهلنا وناسنا من ابناء محافظه الشرقيه، بالإضافة لمبادرات التمكين الاقتصادي. منظر الاصطفاف اللي بيحصل دلوقتي عشان يوصل لكل مصري ومصرية يفرح القلب، خاصة لما تعرف إن العربيات دي شاملة حاجات كتير زي اللحوم وكراتين مواد غذائية وشنط مدرسية شاملة الأدوات وحلوى المولد وشنط صحية للأطفال وغيرها كتير من المساعدات. احنا جايين النهارده معانا 1500 كرتونه مواد غذائيه و1000 علبه حلاوه المولد ومعانا 500 لعبه اطفال ومعانا 1000 شنطه مدرسيه. احنا موجودين النهارده في القافله رقم 25 من قوافل ستر وعافيه ضمن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمجموعه من المساعدات الاساسيه، لحاف، كرتونه مواد غذائيه، شنط مدرسيه. احنا النهارده عندنا توزيع اطنان من المواد الغذائيه على الاسر الاولى بالرعايه، وفي بطاطين وفي معرض ملابس حريمي ورجال واطفال للاسر. بنقدم انشطه مختلفه ضمن القوافل، الغارمين، انشطه التمكين الاقتصادي، وكمان عندنا انشطه الصحه اللي هي الخاصه بالعمليات الجراحيه او العلاج الشهري. الجهود الكبيره اللي بتقوم بيها مؤسسات التحالف الوطني تعتبر تجسيد عملي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركه المجتمعيه في دفع جهود وخطط الدوله لتحقيق التنميه وتحسين مستوى وجوده حياه المواطنين.